السلام عليكم. العديد منا يرغب في حماية هاتفه المحمول والحفاظ عليه من الخدوش أو السقوط من أماكن مرتفعة، وكل هذا يتطلب أغطية ذكية رائعة. لهذا استعد جيدا لاستكشاف 8 أغطية ذكية لهاتفك المحمول ستتمنى شرائها. ولكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لمتابعتنا باستمرار. ثامناً، غطاء ذكي. أطلق على هذا الغطاء اسم لونيكاس، ويعتبر واحداً من أروع الأشياء في السوق، لأنه لا يحمي فقط هاتفك أو يجعلك تكتشف تصميمه الفريد، بل يعد تطويراً تكنولوجياً عالمياً، ومن خلاله يستطيع إظهار الإشعارات والمكالمات والرسائل بدون استهلاك طاقة أكثر، وبالطبع يعد من الإكسسوارات المفيدة لهاتفك. سابعاً، سماعات بيريدو. من الإكسسوارات الفريدة والتي لا يمكن الاستغناء عنها في أي مكان، عبارة عن سماعات لاسلكية أطلق عليه اسم بيريدو، تقدم لك أشياء أكثر من الموسيقى، عبارة عن إكسسوار خفيف وفعال يمكنك التنقل به بسهولة مع هاتفك، يعمل عن طريق الواي فاي ويعمل أيضا كبطارية إضافية، وبلا شك إضافة رائعة. سادسا، غطاء الواقع الافتراضي. هذا الجهاز الرائع الذي يحمي هاتفك من أي خطر بلا شك يعد من أكثر وسائل التكنولوجيا المتقدمة، عبارة عن نظرتين مذهلتين للواقع الافتراضي أحدث ثورة في تجربة الحياة اليومية، يأتي مزودا بملحقين للتعود على الحياة الافتراضية بطريقة طبيعية. مرحبا بكم في المستقبل. خامسا، طابعة محمولة برينت. من الإكسسوارات التي يجب على كل محب التصوير اقتنائها، هذا الجهاز الذكي يأتي مزوداً بطابعة فعالة تسمح بتصوير كل لحظة أينما كنت، وداعاً للذاكرة الممتلئة أو شراء كاميرا فورية. ومع هذا الغطاء الرائع تستطيع الاستمتاع بلحظات حياتك، وبالطبع هي الأفضل في العالم. رابعاً، وداعاً للسماعات المتشابكة. بالطبع واحدة من المشكلات الكبيرة لأغلبية الأشخاص تكون السماعات المتشابكة، ولكن مع هذا الغطاء المدهش سنقول وداعا لهذه المشكلة، نظرا لسهولة استعمالها وتصميمها الأنيق يسمح لنا بالحفاظ على سماعاتك بدون تعقيد واستعمالها في جميع الأوقات براحة تامة. الآن استمتع بالموسيقى. ثالثا، غطاء بوبسلات. يوفر هذا الغطاء الرائع شاشة مزدوجة لهاتفك المحمول، فلديه نظام للإشعارات يمكنك مشاهدته في الجزء الخلفي، بداية من تفعيل المنبه ومعرفة الساعة وصولا إلى قراءة كتبك المفضلة بدون استهلاك الكثير من البطارية، وأيضا ينبهك عندما يكتمل شحن جوالك. بكل شك يتيح لك عالما من الإمكانيات بين يديك بضغطة واحدة فقط. ثانيا، غطاء إكس. إذا كنت تريد هاتفك أكثر أناقة وبساطة، فلديك هذا الغطاء المصمم على شكل إكس، ويحمي جوالك من أقوى السقطات، لأنه مصنوع من الصلب المقاوم للصدأ، وبلا شك يعتبر من أروع الأغطية. أولاً، بطارية لا تنفذ. بالتأكيد لا تعرف أنك تستطيع الحفاظ على طاقة هاتفك مع أمبر. نعم، سمعت جيداً. من اليوم لن تبقى بدون بطارية مع هذا الغطاء الذكي القادر على توليد الطاقة فقط عن طريق تدوير تلك الأداة، بالإضافة لحماية جهازك يحتوي على آلة يدوية تعمل كحامل في جميع الاتجاهات. بالطبع اختراع رائع. الآن شارك في التعليقات بأي من تلك الأغطية تتمنى امتلاكها. إن أعجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر لايك واشترك في القناة لدعمنا، ونستمر في نشر المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء.